إذا كان السلامي عنده شي مشكل مع الرجاء راه ما يمكنش يستمر، ولكن إذا خلوه ومن الأحسن لهم يخلوه يستمر مع الدراري ويدير، وحتى يقدر ممكن يدير حتى يدير سميتو باساج مزيان أحسن من اللي كان العام اللي فات. وما حد المدرب على حسب النظر ديالي كيبقى مع الفرقة، وما حدو كيعرف اللعابة، وما حدو كيقدر يطور الإمكانيات ديالهم. هذا هو الرأي ديالي أنا في القضية الرجاء. الخطأ الأول اللي دار السلامي هو الشونجمون اللي دار، هو فاش خرج العرجون ومتولي، هادو كانوا هازين الفرقة بواحد الشكل كبير، و تا العياء تا هو وكورونا تا هي دارت السبب، كان السبب بزاف. ما نكذبش عليك، لا داكشي تيبقى قرار ديال الإدارة، يقدر ينفصل يقدر ما ينفصلش، يقدر يعطيو مهلة أخرى. أنا بصراحة ما كرهتوش يبقى، ولكن بانتدابات جداد يعطيهم جوج مهاجمين على الأقل وجوج مدافعين على الأقل، هادو خاصين مهمين إلا بغاو يوصل معاهم. والسلامي ولد الدار الرجاوي حقيقي، يعني ما مدرب زوين، ديجا عطى الألقاب الرجا، دا البطولة، دا كأس العرش، دا يعني راه ما نقدرش نقول لك ما يلقاش ما أحسن من السلامي. السلامي ما مدرب زوين، المباراة خوناته، يعني هاد المباراة الأخرى خص يدير فيها الماتش ديال الحريفية، يعني هاد الماتش الأخر ما كانش يخرج متولي وجبران، هنا فين دار خطر كبير، غلط كبير داروا بين متولي وجبران، هذا هو الخطأ كبير اللي دار. خاص السلامي ينفصل على الرجاء حيت دار شي تغييرات ماشي مهم، كان عنده حتى شي دور مع نهار الماتش ديال الزمالك، داك الشيء علاش حيت دار شي تغييرات ما خاصهمش يداروا. شنو هما التغييرات؟ خرج شي عناصر مهم خاصهم يكونوا في الماتش وخرجهم ودخل شي واحدين